تحذيرات من استمرار كارثة في حلب، هل ينجح الحراك الدبلوماسي في فرض هدنة في سوريا؟ الجيش العراقي يتقدم في جزيرة الرمادي، هل بات إعلان تحريرها من داعش قريبا؟ حكومة للانقلاب في صنعاء، المسار السياسي في اليمن إلى أين؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي وفيها أيضا مها، قصة نجاح مصرية في الانتصار على مرض سرطان الثدي. صور فوتوغرافية تروي معاناة السوري في زمن الحصار. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن سوريا، وقال إن جهود إنهاء الحرب في البلاد يجب أن تستمر بالرغم من تعليق المحادثات الأمريكية مع روسيا. هذا وعلقت واشنطن المحادثات مع موسكو الاثنين متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية. قالت المتحدثة باسم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إنه يجري محادثات مكثفة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا بشأن الصراع، وأشارت في بيان صحفي إلى أن دي مستورا بدأ مشاوراته مع كل الأطراف المعنية بالأمر من أجل المضي قدما للأمام. طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيث الثلاثاء بوقف إطلاق النار بشكل فوري في حلب من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان في الوقت الذي تشهد فيه المدينة معارك عنيفة وغارات مكثفة. وقال أبو الغيث في كلمة افتتح بها جلسة غير عادية على مستوى المندوبين بشأن حلب، قال إن ما يجري في المدينة العريقة منذ انهيار الهدنة في 19 من أيلول سبتمبر الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي. واصلت طائرات حربية روسية قصفها على عدد من الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب، وفق ما أفادت شبكة سمارت نيوز. وأوضحت الشبكة أن طائرات حربية شنت غارات بقنابل عنقودية على أحياء المشهد والأنصار والهلك، في حين شنت غارات بصواريخ فراغية على حيي الصالحين والميسر دون أن تسجل إصابات. من جانبه حذر الأمير زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روسيا من استخدام أسلحة حارقة في مدينة حلب السورية، وقال الأمير زيد في بيان إن الوضع في حلب يتطلب مبادرات جديدة جريئة بينها مقترحات للحد من استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقد الفيتو الذي سيحول دون رفع مجلس الأمن قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. لقي 12 فردا من داعش مصرعهم إثر 9 غارات شنتها قوات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في شمال حلب ضمن عملية درع الفرات التي يساند الجيش التركي فيها الجيش السوري الحر. ولا يزال الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يتقدم نحو بلدة دابق لتحريرها من قبضة داعش، إلا أن الألغام التي زرعها التنظيم تعيق تقدمه. في الأثناء أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن درع الفرات ستتواصل دون انقطاع حتى تطهير المنطقة كاملا في مدينة الباب من أفراد داعش. معي من الراعي في ريف حلب الملازم علي القائد العسكري في الجبهة الشامية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد علي. لو سمحت آخر التطورات من عندك فيما يتعلق بالمعارك بأدق تفاصيلها حتى هذه اللحظة. مساء النور سيدتي. اليوم ولله الحمد قمنا بمرحلة المرحلة الثالثة في عملية درع الفرات، تحرير قرية كعيبة ومزارع كعيبة، والآن الحمد لله رب العالمين تم تثبيت نقاط الرباط، وإن شاء الله عنا عمل ضخم راح نجهزه في الأيام القليلة، وراح تسمعوا أخبار طيبة بإذن الله. وهلا نحن الآن بعيدين عن بلدة أخترين تقريبا شيء 7 كيلو، وعن دابة يعني في مسافة تقريبا شيء 4 كيلو، والأمور إن شاء الله نحو الأفضل، ولكن نحن عم يعيق تقدمنا الألغام اللي عم يتم زرعها من قبل التنظيم. كيف تحاولون التعامل مع موضوع الألغام هذا سيد علي؟
التفجير عن بعد، ولدينا سريات ألغام مختصة بتفكيك الألغام، والتفجير عن بعد بالقنابل الإفرادية، وعم يتم إشغال دواليب أو سيارات بالتقدم عليها. أنا أشكرك جزيلا من الراعي في ريف حلب الملازم علي القائد العسكري في الجبهة الشامية. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن طائرتها استهدفت بضربة جوية عضوا بارزا في جبهة فتح الشام النصرة سابقا. ووفق مسؤول في البنتاغون فإن الوزارة تعكف على تقييم النتائج العملية للضربة. هذا وقالت جبهة فتح الشام في بيان إن أبو فرج المصري وهو أحد قياديها قد قتل في ضربة لطائرة من دون طيار استهدفت مركبة كان يتحرك بها في موقع بالقرب من جسر الشغور في مدينة إدلب شمال غربي سوريا. أعلنت مصادر عسكرية في قيادة عمليات الأنبار في العراق الاثنين اقتحام منطقة البوعساف وهي آخر معاقل داعش في جزيرة الرمادي شمالي المدينة، وأوضحت أن قوة من الفرقة العاشرة وفوجا من عمليات الأنبار اقتحمت منطقة البوعساف وتواصل تقدمها، كما تقوم بعمليات التطهير وتأمين المنطقة. أعلنت الشرطة التركية الثلاثاء اعتقال أكثر من 12,800 ضابط شرطة للاشتباه في صلتهم برجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن. وذكر بيان الشرطة أن من بين الموقوفين أكثر من 2,500 ضابط من قادة الشرطة تهموا بالعلاقة مع جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز يوليو الماضي. أعلنت الشرطة الأفغانية أن عمليات التطهير تتواصل صباح الثلاثاء في مدينة قندوز تواصلت وهي كبرى مدن شمال أفغانستان، حيث لا يزال مقاتلون من حركة طالبان يختبئون بعدما تم صد هجومهم بدعم من القوات الخاصة والقوات الأمريكية، وأتاح وصول التعزيزات من القوات الخاصة الأفغانية الأفضل تدريبا مع دعم جوي من القوات الأمريكية أتاح للسلطات مساء أمس استعادة السيطرة على الوضع. في أخبار الرياضة، خفضت محكمة التحكيم الرياضية الثلاثاء بواقع 9 أشهر إيقاف لاعبة التنس الروسية ماريا شاراپوفا لمدة 2 بسبب تناولها المنشطات، وعللت المحكمة هذا الخفض بأن اللاعبة الروسية تعاطت ذلك عن غير قصد. وأعربت شاراپوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعربت عن سعادتها بقرار المحكمة، وقالت إن ذلك سيمكنها من العودة إلى الملاعب في نيسان أبريل القادم. نازحو سوريا يستعدون للشتاء بالوسائل البدائية، نتابع التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسيا لفرض وقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا وأنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة. تعد هذه أحدث محاولة لممارسة الضغوط على روسيا وحليفتها سوريا لوقف الحملة الجوية، سوريا ممثلة بالنظام، لوقف الحملة الجوية في حلب التي أثارت غضبا دوليا خاصة بسبب قصف المستشفيات. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير التالي. بعد فشل موسكو وواشنطن في التوصل لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وإعلان الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في المفاوضات، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم على روسيا بشأن الاتفاق الذي فشل في إحراز المساعي المرجوة منه. ومن جانبها اتهمت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية روسيا بتناقض مواقفها تجاه الشأن السوري وعدم تطابق أقوالها في إحلال السلام مع أفعالها في استمرار أعمالها القتالية إلى جانب قوات النظام. ورغم إعلان واشنطن وموسكو على تعليق المفاوضات بينهما، أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها الإنسانية من أجل التوصل إلى حل سياسي وإيصال مساعدات الإغاثة على الأقل إلى المدنيين في مناطق النزاع المحاصرة.
وبعد تأزم الوضع السياسي أكثر، وخاصة بعد عمليات القصف المكثفة على مدينة حلب وتدمير الأحياء الشرقية منها بشكل شبه كامل، بدأ طرح مشروع قرار فرنسي لفرض الهدنة على أطراف النزاع داخل سوريا. وينص هذا المشروع على نقاط أساسية، أهمها تشجيع التعاون بين روسيا والولايات المتحدة والتطبيق الفوري لوقف إطلاق النار وتحليق الطائرات الحربية فوق مدينة حلب، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي قيود. وطالب المشروع جميع أطراف النزاع بالالتزام ووضع آلية مراقبة بمساعدة من الدول التي تدعم عملية السلام في سوريا. وحتى الآن ما زال مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع القرار المقترح، وسيجري التصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى السؤال إذا ما كان هنالك بصيص أمل ولو ضئيل في مساعي وقف الحرب وإحلال السلام على الأراضي السورية. معي من اسطنبول جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جورج. نتحدث طبعا عن 6 أعوام من الإرهاب وعن الغضب الدولي الذي أثير في الأيام الأخيرة بسبب استهداف المستشفيات الذي طبعا تنكره روسيا. ماذا يمكن أن يحدث اليوم؟ نتحدث أيضا عن مشروع قرار فرنسي عرضته روسيا لهدنة عاجلة بحلب. ماذا يمكن أن يحدث خاصة مع ما سمعناه اليوم، ما قاله الأمير زايد بن رعد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه يتطلب الوضع الراهن مبادرات جريئة، بينها مقترحات للحد من استخدام دول دائمة العضوية حق النقض الفيتو. إلى أي درجة مهمة هذه التصريحات اليوم؟ وإذا حدث شيء منها ستتغير المعادلة على الأرض. يبدو أن المجتمع الدولي يريد أن يقول للروس كفى، لم يعد الأمر محتملا ولا مقبولا، هذه الحرب المتوحشة على السوريين في حلب وفي المناطق الأخرى، هذه الاتفاقات الثنائية التي يعقدونها مع الأمريكيين ثم لا يلتزمون بها، إغلاق الملف الإنساني وضرب القوافل، كذلك أيضا انتهاك القرارات الدولية التي شاركوا بصياغتها. لذلك بالفعل يبدو أن السياسة الروسية مضت بعيدا لدرجة لم يعد الأبعدون يتحملون نتائجها، فكيف بالأقربين مثل السوريين؟ صحيح، وننتظر المزيد. يعني حذر موسكو أيضا الأمير زايد من استخدام أسلحة حارقة، ويمكنك أن تتابع نقطتك، ولكن مع أيضا تعليق على موضوع دمستورة، أنه بعد توقف المشاورات بين أمريكا والولايات المتحدة هناك مشاورات مكثفة له اليوم. هل تم الحديث معكم؟ ماذا يمكن أن نعرف بهذا الإطار؟ يمكن للسيد ديمستورا أن يتابع مشاوراته، لكن من يمكنه أن يتحدث عن الحل السياسي في هذه الظروف؟ إذا كان الملف الإغاثي الإنساني لم تجري مقاربته وحله حتى اليوم، كيف يمكن الحديث عن الملف السياسي؟ المطلوب أولاً وقف القصف في حلب، وقف هذا الجحيم الذي تتعرض له المدينة من قبل القوات الروسية وحلفائها. بعد ذلك لابد من رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى المحتاجين. أكثر من 300,000 سوري إلى الآن منذ أشهر تحت الحصار الخانق. بعد ذلك يمكن الحديث عن الحلول السياسية. لذلك أعتقد أن ما يتحدث عنه السيد ديمستورا هو مجرد كلام دبلوماسي، لكن الآن اتضح للجميع أن الاتفاقات الثنائية مع الروس لم تعد مجدية، فلا بد من اتفاقات عامة في إطار الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن أو خارجه. للأسف هناك شكوك كثيرة أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرارات صائبة وفعلية تنفذ على الأرض بسبب تاريخية العلاقة بين مجلس الأمن والفيتو الذي يستخدمه الروس، وقد فعلوا ذلك 4 مرات وأعاقوا مجرد إدانة للنظام السوري. لذلك
ليس هناك كثير من الآمال بأن تتمكن هذه الحركة داخل مجلس الأمن أكثر من إدانة جديدة لما يفعله السوريون. يضطر صحيح، ولكن عندما يضطر الوضع سيد جورج، ألم تحدث سابقا بأن يتم تخطي مجلس الأمن في هكذا ظروف طارئة؟ نتحدث عن تمزق سوريا، نتحدث عما يقال اليوم بأنه سوريا أصبحت سوريات عدة. بالتأكيد، ولا بد من إجراءات جديدة، لأن لا يمكن السماح بأن الروس يعطلوا الحلول على الأرض ويعطلوا المبادرات في مجلس الأمن أيضا. لا بد من مقاربات جديدة تحمي السوريين أولا، ثم يمكنها أن تفتح بابا جديدا للحل السياسي قائم على القاعدة التي بنيت عليها العملية السياسية، أعني بيان جنيف لعام 2012، والذي يحاول الروس نسفه كليا ونسف جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. لابد من مقاربة جديدة خارج إطار مجلس الأمن أيضا. هذه المقاربة هل يمكن أن تتوج بتغيير ربما سيكون مفاجئا من قبل أمريكا بعد التصريحات الأخيرة الجديدة التي نسمعها؟ إن كان وزير الخارجية كيري اليوم كيربي متحدث باسم البيت الأبيض تحدث أيضا بأنه اختارت روسيا والنظام بدلا من التزام بالقانون الدولي الإنساني متابعة المسار العسكري، هل ممكن أن ينهي، هذا كان سؤال ضمن المقالات التي نشرت اليوم، أن ينهي الأسد أوباما في الفترة الأخيرة المتبقية من ولايته؟ حقيقة هناك لغة جديدة في هذا التراشق بين الروس والأمريكان. كذلك أيضا بدأت إجراءات من نوع قطع هذه العلاقة الثنائية، وهو إجراء ضروري، لكن ما الذي يترتب على ذلك من خطوات لاحقة؟ الحقيقة الآمال ليست كبيرة، لكن المطلوب بالفعل ليس هو تدخل أمريكي عسكري، المطلوب تزويد الجيش السوري الحر بما يمكنه من ردع الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري. صحيح، يعني إذا بما كان تدخلا يمكنه من حماية السوريين مباشرا أم لا، على الأقل تدخل بطريقة ما يمكن المعارضة من حسم المعركة على الأرض، المعارضة العسكرية، لو حدث أن غيرت من سياستها مع سوريا أمريكا ووقفت بوجه روسيا، ما ردود الفعل الممكنة؟ ما الذي سيحدث؟ هل ستقف روسيا بوجه أمريكا بهذا الإطار، خاصة وأن يعني من أجل نظام يعيش إكلينيكيا منذ فترة طويلة؟ لا أحد يمكنه أن يتوقع أن تشتعل حرب روسية أمريكية في هذه الظروف، لكن أيضا لا يحق للروس أن يتوقعوا أن حريتهم بلغت إلى هذا الحد في التصرف بالمنطقة. إن أي إجراء حقيقي أمريكي يدعم دفاعات الجيش السوري الحر سيكون له تأثير إيجابي كبير جدا فعلا، ليس باتجاه ردع الروس فقط، بل باتجاه دفع النظام وكل حلفائه نحو عملية سياسية حقيقية بمعرفة المجتمع الدولي وإرادته. أنا أشكرك جزيلا سيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، على هذه المشاركة معنا من اسطنبول، شكرا. تقوم أم شام بخياطة البطانيات لتدفئة أبناء مخيم الكرامة جنوب سوريا في القنيطرة بعد ترك منزلها مكرهة جراء القصف العنيف الذي يشنه نظام الأسد وشريكه الروسي على بلدات منطقة مثلث الموت جنوب سوريا. مخيم الكرامة الذي يفتقر لمقومات الحياة بمنطقة الرفيد شديدة البرودة، تحكي أم شام قصتها للتلفزيون الآن في سياق تقرير لمراسلنا محمد الحوراني. أنا أم شام من قرية كفر ناسج من مثلث الموت. إحنا بلدتنا محررة، بس بسبب القصف والهاية اضطرينا نطلع فجأة من بيوتنا وما نطلع أي شيء، لا ملابس لنا ولا لأطفالنا ولا أي أغطية ولا أي شيء لنا، يعني اضطرينا أنه نتهجر ونطلع على القنيطرة، وقاعدين مخيم الكرامة تحت بالخيام، يعني اضطرينا أنه نقعد هيك، وهنا يعني الجو بارد كثير كثير، يعني ما في لباس ما في شيء، اضطرينا أنه نفصل البطانيات لباس لأطفالنا. وأني يعني بحب مهنة الخياطة،
اضطريت اني اشتغل بهالمهنه لحتى اخيط للاطفال واواجههم برد الشتويه. وضعنا كثير كثير يعني ماساوي هون، يعني حتى الخيام اللي احنا قاعدين فيها ما بتشتى فيها، يعني قد مهما سوينا ما بتشتى فيها، لا في حطب لا في مازوت لا في اي شيء تدفئه تدفينا احنا واولادنا. حتى المي، يعني المي احيانا يعني بنضل شهر واحيانا 10 ايام حسب، يعني لحتى تجينا ميه ونعاني كثير بالميه وبدورات المياه. حتى احنا يعني بتعرفوا احنا اخواتكم النساء شوفوا وضعنا شلونه، ويعني ما فيش مطابخ. انا بتمنى انه نرجع على بلادنا وتهدى الحرب بسوريا وترجع يرجع كل طفل لبلده ولبيته، حتى احنا كمان الكبار. ملت العالم، يعني ضاقت صدورنا ما عاد فينا، حتى يعني صارت كنا قاعدين ببيوت هسا اخرتها رجعنا على خيام، وهاتوا يعني الشادر يواقينا من البرد او من الشوب ما في. حتى المي ما في، مي ما في شيء، كل يعني شو ما اجانا احنا مبسوطين ولا احنا مرتاحين. بتمنى انه نرجع على بلادنا، توقف الحرب بسوريا. أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الثلاثاء أن 10 دول فقط تقل مداخيلها مجتمعة عن 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تتحمل وحدها وزر نصف اللاجئين في العالم. التقرير الذي يستند إلى إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أشار إلى أن 10 دول فقط تستضيف 56% من لاجئي العالم، واحتل الأردن صدارة الدول المضيفة للاجئين بمليونين و700 ألف لاجئ، تليها تركيا بأكثر من 2.5 مليون لاجئ، ثم باكستان بمليون و600 ألف لاجئ، وأخيرا لبنان بمليونين و500 ألف لاجئ. وأوضح التقرير أن دولا تعاني فقرا مدقعا تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وفي مقدمها أثيوبيا التي تستضيف 736 ألفا، كينيا التي تستضيف 554 ألفا، أوغندا التي تستضيف 477 ألفا. وعرض التقرير أزمة اللاجئين السوريين نموذجا عن انعدام التوازن في تحمل أعباء هذه المأساة الإنسانية، مشيرا إلى أن بريطانيا على سبيل المثال وافقت على استضافة أقل من 8000 سوري منذ 2001، في حين أن الأردن الذي يمثل إجمالي ناتجه المحلي 21% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني يستضيف أكثر من 655 ألف لاجئ سوري. واعتبرت المنظمة أن أنانية الدول الغنية تتسبب بتفاقم الأزمة عوضا عن حلها، ودعت إلى القبول بحصة عادلة من أعداد اللاجئين يتم تحديدها وفق ثراء الدولة وعدد سكانها ونسبة البطالة فيها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع من أبو ظبي يتحدث إلينا محمد أبو عساكر المسؤول الإعلامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. نتحدث إذن عن من خلال الواقع والمعطيات أرقام كبيرة، أرقام تزداد كل يوم، ومن المتوقع أن تزداد أكثر من خلال مع تصاعد وتيرة العنف هذه، تحديدا نتحدث عن سوريا. بالمقابل ما الجهود في هذا الإطار، وهل من قانون أو أي بند لديكم كمفوضية اللاجئين ممكن أن يلزم الدول الغنية على استضافة أكثر وتقديم أكثر للمحتاجين واللاجئين؟ نعم، مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. بكل تأكيد هذه أزمة حقيقية. نحن نتحدث اليوم على أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح حول العالم، وللأسف الشديد أكثر من نصف هؤلاء ما زالوا مستضافين في دول معروف اقتصادها بأنه يعني دون يعني مستوى من حيث القدرة الاقتصادية. هذا يعني هذا قرار وهذا خطوة غير عادلة بحق الدول المضيفة للاجئين. ونحن في المفوضية السامية للمتحدة لشؤون اللاجئين قمنا بعدة خطوات من أجل إيجاد المعادلة الطبيعية بتشجيع الدول الكبرى باستضافة مزيد من اللاجئين. و في كل خطاب نقول أن يجب أن يتم استضافة اللاجئين حسب القدرة. يعني تقومون تقومون بخطط وخطوات لتشجيع دول غنية لتقديم المساعدات. ألا يجب أن يكون هناك ما يلزم الدول الغنية بهكذا أوضاع طارئة
يتوجب على الدول الكبرى فيها مساعدة ضحايا هكذا أزمات؟ يعني نحن في المفوضية السامة للمتحدة لشؤون اللاجئين، نحن ليس دولة وليس لدينا قوة سواء كانت سياسية أو غيرها لإلزام أي دولة على استضافه اللاجئين على الإطلاق، ولكن مهمتنا أن نضع قضية اللاجئين على سلم أولويات وأجندة الدول الاقتصادية الكبرى، وقمنا بهذه الخطوات على هذا الصعيد. مثلا قمنا بعقد مؤتمر في شهر مارس الماضي في لندن لتشجيع الدول الاقتصادية الكبرى على تحمل مسؤولياتها واستضافة مزيد من اللاجئين والتبرعات ودعم عمليات تعليم للأطفال وتوفير فرص عمل أكبر للاجئين. في الشهر الماضي كان هناك اجتماع في قمة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتم مناقشة موضوع في صلب الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع اللاجئين. نعم. هل ممكن لنستفيد من الوقت، هل ممكن أن نتحدث عن أي صدى لهذه الخطوات طبعا الملحوظة التي تقومون بها سيد محمد؟ نعم كما ذكرت أنا الرئيس أوباما يعني عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، و تم تشجيع الدول ومنها الدول الولايات المتحدة الأمريكية قامت بزيادة فرصتها في استضافة اللاجئين السوريين، كذلك كندا قدمت كثيرا من الدعم وبعض في دول أوروبا، ولكن ما زال الدعم المقدم للاجئين على مستوى العالم غير كافي مقارنة بالدول المضيفة، وهذا يستوجب مزيدا من الإجراءات من قبل الدول الاقتصادية من أجل دعم صمود الدول المضيفة اللاجئين ودعم ميزانياتها، كذلك بتحمل المسؤوليات والمشاركة الأعباء عن هذه الدول باستضافة عدد أكبر من هذا من هؤلاء اللاجئين. نحن نقول أن قضية اللاجئين اليوم أصبحت على سلم أولويات الأجندة المجتمع الدولي، ونأمل في الوقت القريب جدا أن يتم خطوات ملموسة لنرى أن مزيدا من الدول ذات الدخل الاقتصادي الجيد جدا والممتاز أن تستضيف عدد أكبر من اللاجئين، وهذا ما نأمل أن نراه في خلال الأشهر القريبة القادمة. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي محمد أبو عساكر المتحدث الإعلامي للمفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا لنتابع بعده. إيران في المرحلة التقدمية، حاجة لتطوير متطلبات التنمية السياحية في البلاد. أحييكم من جديد. في آخر تطورات في معارك الجيش العراقي ضد داعش، أعلنت قيادة عمليات الأنبار اليوم تحرير منطقة الترابشة شمالي الرمادي ورفع العلم العراقي فوق أبنيتها. وقال مصدر في عمليات الأنبار إن قطعات من الفرقة العاشرة وفوجا من عمليات الأنبار تمكنوا من تحرير المنطقة بعد هروب أفراد داعش منها، وقتل أكثر من 50 فردا من داعش في منطقة البوعساف بجزيرة الرمادي قبيل إعلان الجيش العراقي التحرير بالكامل، كما قتل أكثر من 40 فردا من داعش بضربات جوية في قضاء القائم بالأنبار غرب العراق. يذكر أن القوات الأمنية وبإسناد من أبناء العشائر تواصل للأسبوع الثاني على التوالي تحرير مناطق جزيرة الرمادي من مسلحي التنظيم الإرهابي، في حين يؤكد مسؤولون محليون أن مقاومة داعش بدت ضعيفة جدا، يشار إلى أن داعش خسر أغلب الأراضي التي يحتلها في محافظة الأنبار، بينما يواجه هجمات مستمرة من القوات العراقية التي تسعى لتحرير ما تبقى من مناطق احتلاله غربي المحافظة. معي من جزيرة الرمادي اللواء الركن إسماعيل محلاوي قائد عمليات الأنبار، مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يمكن أن نعرف تفاصيل إضافية عن تطورات المعارك الميدانية هناك بالإضافة إلى ما ذكر، وعسكريا عندما نتحدث عن أداء ضعيف جدا من داعش كما ذكر في الخبر وما يحدث على الأرض، ماذا يعني هذا؟ أهلا ومرحبا بكم. منذ يوم السبت الماضي انطلقت عمليات تحرير جزيرة الخالدية، كنا نتوقع أن تكون هناك مقاومة عنيفة من قبل عناصر الداعش الإرهابي في منطقة البرياب، لكون التنظيم الإرهابي أنشأ دفاعات لمدة سنتين وهو يهيئ ويحصن الموقع، حفر خنادق كثيرة وأنفاق ومتاريس، لكن القوات الأمنية وضعت خطط دقيقة تجنبت هذه الدفاعات بشكل مباشر واستطاعت الالتفاف خلف مواضع داعش ومهاجرتها بشكل جانبي، مما سهل عملية اندفاع القطعات وتحقيق مفاجأة كبيرة ومضاغطة عناصر داعش الإرهابي
بعد المناورة التي أجرتها القطاعات باتجاه معسكر برافو، حيث كان يتوقعون الدواعش بشن الهجوم من الجهة الشمالية. الحمد لله استطعنا اجتياز المرحلة الصعبة منذ يوم السبت، واليوم أكملنا تحرير جزيرة الرمادي بالكامل. كنا نخطط أن ننفذ اليوم فقط تحرير جزيرة البعساق، وأن يتم يوم غدا اقتحام جزيرة الطرابشة، لكن انهيار العدو والتراجع الكبير الذي حصل في صفوف داعش سهل عملية القتال واندفاع القطاعات، واستثمرنا الفوز ودفعنا قطاعاتنا بالصفحة الأخيرة هذا اليوم، وحسمنا المعركة منتصف النهار، ولم نشاهد أي مقاومة لعناصر داعش الإرهابي في جزيرة البعساق والطرابشة. طيب، ما الذي ننتظره بعد هذا التقدم للجيش العراقي في الأيام القليلة المقبلة؟ نحن الآن توقفنا عند الحدود الفاصلة لقيادة عمليات الأنبار مع قيادة عمليات الجزيرة بانتظار الأوامر من قيادة العمليات المشتركة خلال الأيام القليلة القادمة. ربما سندخل في معركة ضمن قاطع عمليات الجزيرة للمشاركة بتحرير منطقة جزيرة هيث وتحرير حي البكر والقضاء على آخر معاقل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، ومن ثم التوجه غربا لأعالي الفرات نحو مناطق عانة والقائم وراوة. عن أي إطار زمني نتحدث، يعني انطلاقا أو كخبرة طبعا عسكرية فيما يتعلق بالمعارك التي سبقت، خاصة مع الوضع الذي وصلت إليه داعش من أداء ومن مقاومة قليلة جدا مقارنة بمقاومته في المعارك السابقة؟ بالتأكيد معارك القوات العراقية ضد داعش الإرهابي منذ عام تقريبا اكتسبت القوات خبرة ومهارة عالية في اقتحام مواقع داعش، وخاصة رجال الهندسة العسكرية في كيفية التعامل مع العبوات الناسفة والألغام، حيث أن داعش يعول في معاركه على استخدام العبوات والألغام، وهذا لم يكن الآن عائقا أمام القوات الأمنية، وهذا سيجعلنا نستثمر انهيار داعش والخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا في جزيرة الخالدية، مما سرع بتقدم القوات وتحقيق نصر سريع وكبير. وأجبر عناصر داعش الفرار إلى مدينة القائم. هل تولون اهتماما أيضا لتأمين ما يتم تحريره وإعادته من داعش، إذا ما تحدثنا مثلا اليوم على جزيرة الرمادي؟ بالتأكيد جميع المناطق التي يتم تحريرها من قبل قوات الجيش العراقي في جزيرة الرمادي يتم تحمل المسؤولية لحمايتها والحفاظ عليها من قبل أفواج الحشد العشائري لأبناء جزيرة الرمادي، حيث لدينا الآن في جزيرة البوذياب فوج من عشيرة البوذياب وفوج من البعلي الجاسم والبعساق، وبعد غد سينزل فوجين لإكمال مسك المنطقة في مناطق الطرابشة والبنمر، وهناك خطة لإعادة انتشار وترتيب القطاعات بعد إكمال تحرير الجزيرة بالكامل. وسيكون الدور الرئيسي لمسك الأرض من قبل قوات الحشد العشائري والشرطة. أنا أشكرك جزيلا من جزيرة الرمادي اللواء الركن إسماعيل محلاوي قائد عمليات الأنبار. أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية توبياس إلوود عن قلقه لإعلان الحوثيين وتحالف علي عبد الله صالح تشكيل حكومة منافسة للحكومة الشرعية في اليمن، وقالت بريطانيا أنه يتوجب على الأطراف اليمنية التشاور والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل لاتفاق وإعادة الاستقرار لليمن. مصرفان، حكومتان عاصمتان وسط حرب مستمرة وأزمة اقتصادية خانقة، هذا ما بدأ عليه الوضع في اليمن باختصار مع القرار الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين والمؤلف بالمناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس المخلوع صالح، والذي قضى بتكليف بن حبتور بتشكيل ما أسماه حكومة إنقاذ وطني. وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة الشرعية برئاسة بندقر أنها ستعمل على نقل كافة مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية من صنعاء إلى عدن. وأفادت مصادر بأن القرار جاء بعد أخذ ورد في أوساط الانقلابيين طوال الأسابيع الماضية، بعدما واجه المقترح معارضة أو تحفظا من قبل قيادات في الجماعة والحزب كانت تفضل التريث للوصول إلى اتفاق.
وفي الخطوات الفردية مؤشر على أن الطرفين الشرعية وتحالف الانقلابيين لم يعد لديهما أي أمل بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وكان من المفترض أن يؤدي هذا المسار وفقا لمبادرة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة جون كيري إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحاب المجموعات المسلحة من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة، لكن قرار الحكومة بنقل المصرف جاء ليقول إنها لا تأمل العودة إلى صنعاء قريبا، فيما جاء قرار الانقلابيين الخاص بتسمية رئيس حكومة ليقول إنهم ماضون في الخطوة البعيدة عن التوافق. معي من عدن غمدان الشريف سكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا. اليوم نتحدث عن الانقلابيين وأنهم يغردون خارج صرب فيما يتعلق بالحراك السياسي الذي بذل وما زال يبذل حتى هذه اللحظة، وتشكيل حكومة منافسة للحكومة الشرعية. إلى أين نحن ماضون في موضوع الحل السياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء النور. إعلان تشكيل الإنقلابيين حكومة لن يغير من الواقع شيئا. الحوثيين بل بالتأكيد هو تحديا للقرارات الأممية وللسلام في اليمن، وخاصة قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. الحوثيين خلال الأيام الماضية منوا بهزائم كبيرة في صفوفهم، وما هذا التشكيل إلا زوبعة إعلامية ليظهروا أمام أنصارهم أنهم ما زالوا أقوياء. طب ماذا يستفيدون من هكذا يعني زوبعة إعلامية كما سميت حضرتك؟ هل يمكن أن يقنعوا أو هم يعرفون بأنهم لن يقنعوا أحد بأي تغيير على الأرض غير الذي يصلنا، خاصة مع تقدم قوات شرعية؟ الجيش اليمني اليوم حرر وسيطر بشكل كامل على جبل بحرة، هي أعلى قمة بمنطقة تحريب نهم شرق العاصمة، وإذا أمكن أيضا تعليق على أهمية هذا التقدم وهذه النقاط التي تستعيد السيطرة عليها القوات الشرعية. ماذا سوف يستفيدون من إعلان تشكيل حكومة هم لا يملكون حق تشكيلها ولن تمن بأي اعترافات دولية؟ هم في حالة ضعف حاليا، خاصة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مديرية الغيب التي هي تعد معدل هام بالنسبة للحوثيين، وتم تحرير 80% من محافظة الجوف، تم تحرير مديرية أجزاء كبيرة من مديرية الصرواح، جبل بحرة التي يطل على العاصمة اليمنية صنعاء ولا يبعد إلا 40 كيلو عن مطار صنعاء الدولي. كل هذه الانتصارات جعلت من الحوثيين والانقلابيين ارتباطا واضحا. هم اليوم يستهدفون سفن الإغاثة في الممر الدولي، هم اليوم يشنون جرائم بشعة في محافظة تعز، هم اليوم يعني يقوموا بارتكاب ابشع الجرائم بحق الشعب اليمني. هذا دليل على انهم فقدوا السيطره، وتاتي اعلان تشكيل الحكومه انجاز كما يسمونها من ضمن الزوابع الاعلاميه التي حاولوا ان يغطوا فيها ضعفهم وهزائمهم امام انظارهم. نعم، وبالتوازي مع هذه الخساره التي يمنى بها هناك اليوم بالانقلابيون، أيضا موضوع الحاضنة سيد غمدان إلى أي درجة هي مهمة بالتوازي مع كل هذا التقدم العسكري للقوات الشرعية في إنهاء الانقلابيين هناك؟ قبل يومين تمت سيطرة على مديرية الغيل، هي المعقل الثاني الذي كان يعتمده الانقلابيون كحاضنة لهم. الكل يعرف أن الحوثي ليس لديه حاضنة شعبية، وإنما لديها الهيمنه وبقوه السلاح. هناك ميليشيا لا تخاف الله يعني تفرض السيطره بالسلاح. مدينه صنعاء دائما ترحب بالشرعيه وتنتظر هذا اليوم، ولكن هناك سيطره من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. ولو لاحظتي بيان دعم البنك المركزي هو ليس الى الدعم، وانما دعا الى فرض دعم البنك المركزي. هو يفرض قراراته على الشعب اليمني. ليس لديه حاضنه سياسيه وليس حاضنه شعبيه. اليوم الحوثي يفقد
صحيح يفقد السيطرة، على الأقل ما كان يدعيه يعني، ولكن كان يفرضه بالواقع. أنا أشكرك جزيلا من عدن غمدان الشريف سكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية على هذه المشاركة معنا. تعد السياحة كبرى الظواهر الاجتماعية في المجتمع الحديث، وتسهم كثيرا في وضع الخطط الوطنية والدولية، وتركز الشركات والمؤسسات الإيرانية على الدول العربية في هذا الإطار نظرا للتنمية السريعة لها في السنوات الأخيرة وقوة المستثمرين العرب. مراسلنا حامي حامدي في طهران زار معرض 100 فندق 100 مهنة مهمة في مجال السياحة، واستقصى آراء المشاركين فيما يتعلق بفرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب. این امکان وجود داره امروز کشورهای عربی در زمینه هتل سازی، چون بعضی از کشورهای عربی در این زمینه خیلی فعالیت کردن. اعتقد ان الفرصة اليوم متاحة للدول العربية للاستثمار في مجال بناء الفنادق وإدارتها، لأن بعض الدول العربية ذات خبرات واسعة في مجال الفنادق والسياحة خاصة في العقدين الأخيرين، وأظن أن أفضل الفرص المتاحة للدول العربية هي الدخول في هذا المجال نظرا إلى حاجات السياحة في إيران والخبرات الموجودة لدى الدول العربية في هذا المجال، وكذلك بسبب وجود أسواق جيدة في إيران. لا أملك معلومات إحصائية في هذا المجال، ولكنني أظن أن مؤسسة التأمين الاجتماعية يمكنها استقطاب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار. حدودا 100 مليار دولار باشه برای سرمایه گذاری. در زمینه گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت، گردشگری. للاتفاق على الملف النووي ظهرت الحاجة في مجال السياحة الثقافية والعلاجية والدينية وسائر القطاعات إلى الاستثمار، ولدينا كثير من الإمكانات الكامنة في مجال بناء الفنادق في مختلف مناطق البلد لتعزيز البنى الأساسية والتعليمية اللازمة في إيران، وأظن أن كثيرا من الدول العربية والأوروبية ترغب في الاستثمار في هذه المجالات، فقد دخلت بعض الدول المجاورة في هذا المجال منها تركيا التي تستثمر في المناطق الشمالية من إيران في مجال السياحة. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع. ورش علمية إماراتية لاستكشاف المريخ. أحييكم من جديد. أقام مركز محمد بن راشد للفضاء بإشراف وكالة الإمارات للفضاء الورشة العلمية السنوية الثانية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ نشأة ومراحل تطور كوكب المريخ، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية التي أجريت حوله. وحظيت ورشة العمل بمشاركة كل من رائدة الفضاء الأمريكية السابقة مارشا إيفنز وكبير الباحثين في مهمة مايفن إلى المريخ. وتحت عنوان مهمة السير في الفضاء، روت إيفنز تجربتها الشخصية في مجال الفضاء وتطرقت إلى الرحلات الفضائية التي كانت جزءا منها. يعود علينا شهر أكتوبر الوردي في كل عام ليذكرنا بالملايين من النساء حول العالم اللائي يحاربن مرض سرطان الثدي، ويعد شهر أكتوبر شهر التوعية بهذا المرض الذي تصل نسبته إلى 25% في مصر. مها نور إحدى السيدات المصريات ممن استطعنا هزيمة هذا المرض تروي قصتها لتلفزيون الآن مع السرطان. الشمعة الأربعين لم تنطفئ كما كان متوقعاً. تلك هي الشابة مها، أو ميهو كما تحب أن يناديها الأصدقاء. أصيبت بسرطان الثدي فاقترب منها عدوها لدرجة الموت. كان يوم بالصدفة نايمة على السرير، فكنت بحط إيدي كده فحسيت إن في حاجة ورمة. طبعا ساعتها اتخضيت، فروحت قلت لجوزي أنا عايزة أروح للدكتورة أشوف إيه ده. فروحت هناك وكشفت، بس الدكتور قال لي اطمني روحي مفيش أي حاجة ما تقلقيش، بس قال لي يفضل ان انت تعملي العمليه تجميليا، يعني شيليه ملوش لازم ان هو يفضل موجود. وفعلا دخلت اوضه العمليات وعملت العمليه، وفعلا روحت استنيت الاسبوع بتاع التحاليل الباثولوجي،
بس بعد كده طبعا بعد الاسبوع ده رحت للدكتور شاف النتيجه طلعت خبيث يعني. السرطان بالنسبه لها كان مصدر الالم والامل معا، فمع بداية اكتشاف إصابتها بالمرض أدركت ما ضرورة أن تحول هذا المرض إلى مصدر قوة، لتصفه بأنه نعمة من الله منحه لها لتعيد ترتيب أبجديات حياتها من جديد. ما عرفتش إزاي القوة دي جت لي وقتها، يعني زي ما هما بيقولوا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وساعتها ربنا خلاني كنت متماسكة جدا، بصيت للسماء وبقيت أكلم ربنا يعني انا خلاص كده المفروض ان الموضوع خلاص بينتهي، فاضل لي ايام وممكن انزل القبر واقابل ربنا. طب انا عملت ايه غلط؟ طب هل يا رب تقدر تديني ولو فتره بسيطه قوي اراجع نفسي واصلح اي حاجه غلط انا عملتها؟ فقدت مها شعرها التي كانت تحبه كثيرا، وباتت ترى احلامها تهرب منها الواحد تلو الاخر طيله سنوات المرض السبعه، لكنها وجدت من الحب ما فاض وغطى من أبنائها وزوجها والذين كانوا مددا لها في محنتها. أنا فاكرة لما شعري وقع ساعتها كنت واقفة قدام المراية فبقول له أحمد أنا حاسة أن أنا شكلي بقى وحش قوي، لأن طبعا الواحد لما بياخد الكيماوي الوش بيبقى شاحب، عارف عامل زي الأموات كده، مفيش أي روح في الوش، مفيش شعر، مفيش أي مظهر للأنوثة يعني. فساعتها سألته السؤال ده فرد علي قال لي أنا شايفك أجمل واحدة في الدنيا. وبابتسامة رضا تقبلت مها مرضها، وبشجاعة وإيمان قوي حاربته، فصارت مثالا لقدرة الأمل على هزيمة مرض ما زال يقض مضاجع العلم والعلماء ويكون الموت دوما حليفه. معارك شرسة يخوضها الإنسان طيلة حياته، لعل أقواها المعركة القديمة الجديدة ضد مرض السرطان والانتصار عليه. قصة كفاح جسدتها مها بنجاح مع مرض السرطان، وأن مفادها الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه. لأخبار الآن، محمد عبد الحكم، القاهرة. فن تحت الحرب، مشروع شبابي قدم خلاله عدد من الشباب السوري أعمالا من الداخل تحديدا من مدينة حلب في زمن الحصار. ويقول أغيد شيخ صاحب الفكرة إن المشروع لا يزال مستمرا منذ أكثر من عامين، وأن جميع الأعمال التي قدمت تحمل رسالة الأمل بشكل أو بآخر. مشروع فن تحت الحرب بالذات الهدف الأساسي تبعه هو أنه نسلط الضوء على مشاكل الناس وهمومهم والكبت اللي هنن عم بيعانوا منه. كل الظواهر هي ما كانت ظواهر مادية، الشغلات اللي هنن الناس عم تعاني منها، على قد ما هي أشياء نفسية، من الكبت، من الغضب، من الرغبة في الصراخ، رغبة الشخص من أنه هو يطلع من جسمه ليعيش بحرية أكثر، لينطلق من هاي الغرفة اللي هو محصور فيها. خلال فترة لما كنت موجود بحلب اشتغلت تقريبا شيء بحدود 40 أو 45 لوحة. بعد ما طلعنا من حلب كمان تابعت الموضوع، وإنما الظرف كان أضيق لأنه ظروف العمل خارج سوريا هي كانت يعني كتير قاسية بالنسبة لي، فلهيك اشتغلت كمية أقل، وإنما هي كانت بنفس الروح اللي أنا شلتها من حلب. إجمالا وصلت تقريبا شيء 80 أو 90 لوحة خلال فترة سنتين تقريبا. طبعا كل الشغل اللي نحن قدمناه هو بيحمل رسالة واحدة فقط، اللي هو الأمل اللي نحن عم نتحلى فيه وعم نحاول نوصله لكل الأشخاص اللي حوالينا، سواء نحن كنا جوات سوريا أو كنا برات سوريا. الحالة النفسية هي نفسها اللي نحن عم نعانيها، ممكن الظروف الخارجية للشخص الموجود بقلب البلد هي بتكون أسوأ من الشيء اللي نحن عم نعانيه، وإنما الحالة النفسية إجمالا هي نفسها. فلهيك حتى الشغل اللي نحن عم نقدمه برا سوريا هو له ارتباط مباشرة بسوريا. حاولنا أنه نحن نشتغل شيء له علاقة أنه نعمل معرض بإسطنبول، وإنما تأجل الموضوع لأسباب كثيرة، منها أسباب العلاقة بالتمويل، منها أسباب العلاقة
بالجهات الممولة نفسها اللي هي رائدة أنه توصل فكرة معينة عن طريق دعم لمشروع شبابي. ونحن ما كنا مع هاي الفكرة لأنه نحن هدفنا هو إنساني فقط. صار في حديث عن معارض ممكن تكون مشاركات من خلال لوحتين ثلاثة أربعة، وأنا ما هذا الشيء ذاتا ما قدرت أدخل فيه لأنه اللوحات كلياتهم هن مرتبطين ببعض، ما ممكن أنا أقدر أعرضهم بلوحتين أو ثلاثة أو اختزل الفكرة بلوحتين أو ثلاثة. لهلأ الفكرة قائمة أنه نحن نعمل معرض، وحتى الأسبوع الجاي في عنا اجتماع مشان نحكي بهذا الموضوع، فعلى أمل أنه نقدر نقدم الأعمال كلياتهم هون. انضم إلى محمية المأوى الطبيعية شمال الأردن نمران ودب أنقذوا ضمن 27 حيوانا آخرين في إطار جهود تقوم بها إحدى المنظمات غير الحكومية لحماية الحيوانات البرية. وأطلقت إدارة المحمية اسم ماكس ومنى على النمرين اللذين استقدما من مدينة غزة الفلسطينية بداية العام الحالي. يجتمع المئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمشاركة بالمهرجان السنوي لليقطين لعرض ثمار الفواكه التي تزرع في فصل الخريف ومعرفة منهم استطاع زراعة أكبر ثمرة يقطين خلال هذا الموسم، إذ يحصل فائز على جائزة مالية تقدر بحسب وزن الثمرة. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أنا أشكركم دائما مشاهدينا على متابعتكم ودائما ألقاكم بهذا الوقت.